تأكيد لكلام سيادتك، فعلا احنا يمكن في فترة الشهر اللي فات ومعانا زملائنا المحافظين في أسوان والأقصر وقنا، وكان معانا لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومجلس الشيوخ والمهندس أشرف رشاد، وفعلا لفينا على المزارع وكان معانا الفلاحين وعملنا لقاءات وحكوا تجاربهم على أرض الواقع في الثلاث محافظات الموجودة، شرحنا لهم الزراعة وموجود نماذج واتفرجوا على هذه النماذج، سواء الزراعة بالشتل او الزراعه باستخدام نظم الري الحديثه. وبس عايز اوضح ليه الزراعه بالشتل مفيده، لان الزراعه بالعقل بيترتب عليها جزء من بعض العقل ما بتطلعش، فبالتالي بيحصل فقد وبالتالي ما بتبقاش الفدان فيه الكثافه المطلوبه، لكن الزراعه بالشتل بتقدر تعوض لو يعني شتله يعني لم تنمو او فسدت او خلافه، بقدر اعوضها وبالتالي بحافظ على كثافه الزراعه في الفدان. ما تقول الفدان بيجيب كام بالشتل؟ الفدان بياخد حوالي، لو زرعناه بالشتل بياخد حوالي 48، من 45 الى 48 الف شتله، وبالتالي العود الواحد حوالي 1.1 كيلو، يعني كيلو او و10 جرام او كيلو 15، يعني بيجيب 55 الى 60، وفي محاصيل عندنا جابت 65. انا هقول 60 بس يا جماعه، يا جماعه، يا محافظ اسوان، يا اهل اسوان. امبارح بيكلموني في الناس مش قادره تشتغل وعايزه تشتغل، ولسه كنت بكلم الدكتور مصطفى على بحيره نصر وانتاج السمك. البحيره دي اول ما بدات كان كامل الانتاج بتجيب 25، دلوقتي هي كانت في الفتره اللي فاتت جابت 16 و17، دلوقتي جابت 25 و27. اللي كانت اول ما اتعملت كان كام؟ ده في ده كانت بتجيب 80 الاول. طب ما بجيبش 80 ليه؟ هو احنا قلنا ولا زاد؟ قلنا عدد السكان ولا زاد؟ المفروض نزيد. نزيد. انا لما انزل كمواطن، انا بقولها معلش بقى يا مدام، انتوا اللي بتستدعوني ان انا اتكلم في الحاجات دي. هي البحيره دي تبع مين؟ تبع مين يعني؟ تبع هيئه الثروه السمكيه. يعني تبع مين يعني برضه؟ تبع وزير الزراعه. اهلا وسهلا. انتوا فاكرين ان احنا قاعدين بنتكلم هنا مع بعض بنحرج بعض؟ هو ذنبك؟ لا والله، انا بحلف بالله، ذنب وزير الزراعه ده؟ لا لا. طب اللي قبله؟ لا. طب اللي قبله؟ لا. لازم تعرفوا تاني ليه البلد دي ضاعت، اللي كانت بتطلع 80,000 طن. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتصطاد بيرجع بيته جيبه مليان. جيبه ايه يا دكتور مصطفى؟ مليان. جاب له 100 كيلو، جاب له 150 كيلو، حتى لو كان تمنهم قليل هيلاقي قرشين كويسين في جيبه. غير بقى لما ينزل يجيب له 20 كيلو، يصطاد له 20 كيلو، حتى لو كان السمك غالي. أنا بقول كلام معقول؟ طب هم ما تعملوش ليه نزل من 40 سنة ولا أكتر، من 80,000 طن ل 20 ولا كده؟ كان هقول ليه؟ هقول لأن وزارة الزراعه متمثله في الهيئه الثروه السمكيه. الكلام ده بالمناسبه مش بس لبحيره ناصر. طب ما البردويل، طب ما بحيره المنزله، مش كده ولا ايه؟ كل البحيرات دي كانت بتطلع سمك قبل ما نقول لاستزراع السمك اللي بنتكلم فيه دلوقتي. طب تقول لي يعني احنا لو المزارع دي، المحطات دي، البحيرات دي بتطلع انتاجها ويتنمى، كان مش هنحتاج استزراع سمكي؟ لا هنحتاج. ليه؟ عشان عدد السكان. صح. عشان هيبقى في فجوه بين اللي بتطلعه وبين اللي انت محتاجه. وبالتالي انا ما اقدرش لما بقول لك ايه، لو كان الفدان يجيب 60 ولا 65، انت ما عندكش خيار غير انك انت لازم توصل لايه؟ لل 65. ليه؟ انت هيتزود دخلك. اذا كان الفدان بيجيب لك 10,000 جنيه هيبقوا 15. يبقى انت ساعدت نفسك وساعدت اسرتك ولا لا؟ لو انت بتجيب المركب بتجيب لك 10 15 كيلو دلوقتي، ولا 20 كيلو، ولا 30 40 كيلو، هتجيب لك 200. طب لما يكون 200 هتخفض سعرهم ولا هتخليهم زي هتخفض؟ لان بدل كنت بطلع 80,000 طن، اسف 20,000 طن، هطلع 80,000 طن.